يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع في المنطقة، وذلك لضخامة العمل والجهد الذي كان فيه في كل من مرحلتي الدراسة والتنفيذ. في بداية الدراسة كان الأمر صعباً بعض الشيء بسبب عدم وجود خريطة توضيحية للمنطقة. لجأنا إلى أخذ صورة جوية للمنطقة ومن ثم استردادها عبر برنامج GIS على الخريطة لتصبح حقيقية بإحداثاتها الجغرافية. وبعد ذلك بدأنا بمرحلة تحديد المسارات والمصبات الرئيسية. المصب الأول يتجه شرقاً نحو قرية كفر كرمين، والمصب الثاني يتجه نحو الجنوب الغربي ويصب على مصب قرية باتابو، والمصب الأخير يتجه نحو الجنوب الشرقي، وهذا هو أكبر المصبات ويخدم القسم الأكبر في المنطقة، وأيضاً يتجه نحو المصب المكشوف لقرية كفر كرمين ويحوله من مصب مكشوف إلى أنابيب داخل الأرض لا تؤذي ولا تسبب الروائح والأمراض كما كان الوضع سابقاً. لتأمين مساكن بديلة عن الخيام وللحاجة الملحة لتأمين منازل لمتضرري الزلزال الذين تضرروا بعد وقوع الكارثة، سارعنا نحن في مديري شؤون المخيمات لتجهيز البنى التحتية لسبعة آلاف شقة في مخيمات كفر كرمين كانت متوقفة بانتظار مشاريع بنى تحتية تخدم هذه المنطقة. يعد مشروع كفر كرمين كإنشاء مدينة جديدة كليا سيكون لها دور كبير في إيواء آلاف الأسر. فمن أهم المشاريع البنى التحتية التي يتم إنجازها وهو مشروع الصرف الصحي بطول 89 كيلومتر، وهذا الطول مقاس للخطوط الرئيسية والفرعية وبأقطار مختلفة 50 سنتيمتر و40 سنتيمتر و30 سنتيمتر، كما يتم حاليا إنشاء شبكة للمياه بطول 75 كيلومتر ضمن المشروع، ونسعى جاهدين لإنهاء المشروع بأسرع وقت للتخفيف من معاناة أهلنا المهجرين والمتضررين.